قناة السويس. طبعا احنا عندنا 1853 سجل كنا مرممهم لهيئة قناة السويس. الحالات مختلفة ما بين إصابات حشرية، إصابات فطرية، تآكل، تلف فيزيائي وتلف كيميائي، فقد. طبعا اللي بيميز المشروع ان القطاعات زي ما هنشوف في التصوير القطاعات كبيرة جدا، حجم السجلات كبيرة، الأحبار المكتوبة بيها أحبار قابلة للإذابة في الماء، فبالتالي عملية الترميم كلها بتتم بشكل يدوي. احنا الاول طبعا عمليه التعقيم اللي بتتم اللي شفناها في الاول دي بتبقى ضمانه ان المرمم يقدر يتعامل مع الوعاء. ندخل في مرحله الفحص والتوثيق، التوثيق التصويري والفحص الدقيق للاوعيه الموجوده، ومن ثم بتتم عمليه اتخاذ القرار لحاله الترميم. حالات الترميم طبعا بتبقى مختلفه والقرار بيتخذ طبقا للحاله والماتيريال المكونه للوعاء. احنا ابتدينا مشروع قناه السويس تقريبا من 2018. المشروع ده مدته 6 سنين. احنا خلصنا حوالي 70% من المشروع، قدامنا تقريبا سنه واربع شهور ونخلص المشروع ان شاء الله. المشروع ده كان حوالي 1800 سجل، سجلات كلها بتوضح حركه الملاحه البحريه في الفتره بتاعه قناه السويس. ابتدينا المشروع بتحديات كبيرة جدا. طبعا حجم الكتب حجمها كبير، كم الأحبار كمان اللي مكتوب بيها السجلات كلها أحبار ملونة، كمية وحجم التلف اللي موجود في السجلات كان برضو من الصعوبات اللي قابلتنا في المشروع. كان المكتبة اللي كان موجود فيها السجلات كانت موبوءة بالنمل الأبيض، ففي تآكل شديد في الأغلفة وفي تآكل في الورق. طبعا كمان من صعوبة التحديات ان كل ده ترميم يدوي، غير ان احنا كمان بنسلم المشروع على دفعات، كل 6 شهور بنسلم 155 سجل، فطبعا احنا ملتزمين بالوقت وبجودة الشغل بتاعنا، لان طبعا احنا بنشتغل تبع المعايير العالمية الدولية.